وظائف بجامعة سوهاج ينتهي التقدم ليها 16 أبريل، يعني بعد حوالي أسبوع من دلوقتي. الإعلان دوت يوم 9 أبريل النهاردة يعني 2023. وهم وظيفتين، مدير عام الحسابات والموازنة، ودي الشروط هنسخها لك أو هحط لك الرابط دوت في الوصف، تقدر تقرأ الشروط المطلوبة والمهارات المطلوبة. هي بسيطة جدا، مش مفيهاش أي مشاكل، وشروط سهلة بسيطة برضه، مفيهاش أي حاجة زيادة يعني. وتاني وظيفة اللي هي مدير عام الشؤون الهندسية، وأدي الشروط وأدي المسميات المطلوبة، وطبعا السيرة الذاتية والحاجات دي. أدي الموضوع. شكرا لاستماعكم، أتمنى تشترك في القناة عشان أوصلك كل جديد. هي قناة متنوعة وتقدم كلها موضوعات مفيدة جدا.